الإخوان المسلمين في الوقت الحالي خطر؟ وهل أكون من الفئة الضالة إن اتبعت هذه الفرقة؟ وبأي فرقة نتبع؟ نرجو النصيحة. إخوان المسلمون، جماعة الإخوان المسلمين، هي من الجماعات الضالة التي تريد نصرة الإسلام لكن بغير الطريقة الصحيحة. منهم من علم ذلك ولكنه أصر تعصبا وعنادا لهذه الجماعة، ومنهم من عنده حسن نية لكنه يجهل الخطأ الذي هو فيه. وسواء هؤلاء أو هؤلاء، فلا يجوز للمسلم أن يدخل مع هؤلاء بعد تحذير العلماء من أخطاء هذه الجماعة، وعليك بالالتزام بالطريقة الشرعية الصحيحة التي تتعلم فيها الدين الشرعي وتنصر دين الله في حدود نصوص الكتاب والسنة. فاتبع أهل العلم الذين هم أهل إمامة وهداية في هذا الزمان، كالشيخ الإمام العلامة الألباني رحمه الله، والشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهكذا الشيخ الإمام العلامة مقبل بن هادي الواجعي رحمهم الله تعالى جميعا، وغيرهم من الأحياء الذين يسيرون بسير هؤلاء الأئمة الأربعة الذين هم أئمة المسلمين في هذا العصر من أهل السنة والجماعة. فمن سار على سير هؤلاء وأخذ بأثرهم فخذ بطريقه، فهم أتباع الأنبياء إن شاء الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة الأنبياء، وهؤلاء هم علماء الأمة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.